بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم، ونعود إلى السراي للاستماع إلى وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلة رياشي. يعني الوضع اللي عم نعيشه هلأ، بقى إن شاء الله حطينا اليوم هالحجر الأساس. أول خطوة، هيدي خطوة هي إقرار الاستراتيجية، الخطوات التالية هي كيفية تطبيقها والطريقة اللي رح تكون طويلة، لأنه هي على 10 سنين الاستراتيجية. بقى إن شاء الله أنه نقدر نحسن بإقرارها، يصير في تحسين للخدمات للمواطن، تلبية لتطلعاته والتعزيز ثقته وعلاقته بالدولة. يعني الحدث اللي صار اليوم نبقى نتقبله نتفهمه ونتأمل انه ما رح يرجع يصير لقدام، بس بدنا نبقى نحط هالأسس. هالاستراتيجية هي ممر إلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وهي بتصب بخانة أساسية بخطة التعافي يلي كمان إذا بس نشتغل عليها ويصير عليها إجماع ونقرها، ونكون عم نحط كمان أول خطوة لنقدر نطلع من هالوضع يلي نحن عايشينه. يعطيكم ألف عافية وبشكركم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونعتذر عن هذا التأخير بسبب النقل المباشر لمقررات مجلس الوزراء، واستمعنا أيضا إلى عدد من الوزراء بعدما تكتل ضده الشارع والمصارف ومعظم القوى النيابية. هل يرحل مشروع قانون الكابيتال كنترول إلى البرلمان الجديد؟ وماذا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط إقرار الكابيتال كنترول وخطة التعافي ومطالب أخرى كمقدمة لنجاح أي مفاوضات؟ وفي هذا الأثناء يعني طبعا اتجهت الأنظار إلى السراي، حيث عقدت جلسة لمجلس الوزراء واستمعنا إلى يعني المقررات مباشرة منذ قليل. وقد أكد الرئيس ميقاتي في هذه الجلسة أن الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، إقرار الموازنة والكابيتال كنترول والسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة. عن هذه الملفات نسأل ضيفنا سعادة السفير يوسف صدقة. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير. يعني كل هالفترة عم نحكي عن كابيتال كنترول، يناقش ويؤجل ويرجع بيرجع بيتم النقاش فيه، ويبدو في معارضة بعد شديدة له، مع العلم أنه تأخرنا 2.5 سنين. كان يعني الرئيس ميقاتي قال كمان خلال جلسة كان مفروض يقر من أول يوم للأزمة المالية، إلنا 2.5 سنين ويبدو لن يقر قبل الانتخابات النيابية، سيرحل يمكن إلى حكومة الرئيس ميقاتي ليست هي المسؤولة. هذا الموضوع كان لازم يعني بعد الانتفاضة 17 تشرين بشهرين ثلاثة، كان لازم فورا ينعمل كابيتال كنترول، لأنه بهالفترة هي صار في تهريب، يعني اساسا الاول تهربت. ايه نعم. يعني هل انه منخلي افغانستان احسن منا؟ افغانستان بعد اسبوع عملت كابيتال كنترول، روسيا بعد 3 أيام 4 أيام من المعارك باوكرانيا عملت الكابيتال كنترول. نحن نتاخر 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 لصار الكابيتال كنترول مطلب صندوق النقد، وما عاد في شيء للباقي، لانه كل الفتره صار في تهريب أموال للخارج، صار في مليارات للخارج. في سؤال، هل الخارج المصارف اللي صار فيها الخارجية وخاصة بسويسرا ترغب إنه هي إنه اللبنانية يردوا الأموال إلى لبنان؟ هذا سؤال. نحن بنطرح السؤال على طول، منحمل المسؤولية أكيد، اللي هربوا بيتحملوا كتير مسؤولية إنه خلوا الانهيار. بعدين هل المصارف الخارجية هالمليارات اللي راحت من زمان وهلأ بأنه يبعتوها على لبنان؟ يبدو أنه ما في مشكلة بهالموضوع، طالما استقبلوا كل هذه المليارات. هلأ تأخروا كتير، عم يعملوا كابيتال كنترول بناء على طلب صندوق النقد. عاملين الكابيتال كنترول بعتقد بده مراجعة اقتصادية وقانونية. الهدف منه الكابيتال كنترول انه وقف تهريب الرسميل الى الخارج، اذا بعد في رسميل الى الخارج. بس الخطوره فيه هو الماده 3، انشاء لجنه برئاسه رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان واثنين اقتصاد وزير الماليه واثنين اقتصاديين تختارهم الحكومه وقاضي بالدرجه 18. هي مسؤوله كل شيء عن التحويلات الخارجيه. هلا حاطين استثناءات هني،
للمواد الغذائية والمواد النفطية، ولكن هالموضوع بتعطي صلاحية هيئة جديدة ممكن تتعرض للطعن بالمجلس الدستوري، لأنه هاي صلاحياتها تفوق يعني الدستور وتفوق القوانين المالية المرعية الإشارة. وبالوقت اللي نحن عندنا مؤسسات يمكن ما في داعي لأي لجنة يعني ممكن جديدة. تحد من صلاحياتها تنعمل بس تنحد من صلاحياتها. بعدين عاملين بالكابيتال كنترول انه الواحد له حق يسحب $1,000 كمان، هيدي سقف $1,000. ايه هيدا تضييق على ال. طب ليش دائما كمان يربط موضوع الكابيتال كنترول بالمودعين، مع العلم انه بمهمته يعني مراقبة الاموال التي تهرب الى الخارج، وليس يعني ليه يربط دائما هني ربطوها هني اعترضوا في اصرار انه في حماية للمودعين الصغار. هني اعترضوا على خطة التعافي امبارح، انه لا ما اعطيتونا خطة التعافي، سربتها الحكومة الى الصحف، ولكن خطة التعافي لم تعلنها رسميا. وهذه خطة التعافي اللي بتقول انه مصرف لبنان خسران $60 مليار، المصارف اللبنانية خسرانة $72 مليار، وبدهم يعملوا شطب لديون مصرف لبنان، والمصارف يعني الخسارة بالمصارف بدها تتحملها الدولة مع المودعين. يبدو رح تتحملها المصارف لأن الدولة ما عم تعترف أصلا لهلأ مسؤوليتها، كمان المودعين التحصيل لأنه حاصل. عطوا بس ضماني $100,000. طيب وغيرها بيعطون أسهم بالبنوك، بيعطون يعني بعدها غير واضحة. أنا برأيي أنه مشاريع جيدة بس بدأ إعادة النظر ودراستها، واللجنة لازم تستعين، لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل تستعين بقانونيين وتستعين باقتصاديين لا يناقشوا الموضوع يعني بعد في وقت، الوقت بيحمل بعد كل هالمناقشة وكل هالتضييع الوقت اللي صندوق النقد ينتظر. بعتقد انه هن ما رح يقدروا يناقشوا لانه جاي الانتخابات، يعني كله سيرحل الى ما بعد الانتخابات. بده يرحل لبعد الانتخابات لانه يعني بيتكلوا انه الناس منا مسقفة اقتصاديا، وهذا صحيح. بس كمان سعادة السفير يعني ما تنسى انه بعد حل الانتخابات كمان يعني تتحول الحكومة، بتصير حكومة تصريف اعمال، قديش صندوق النقد الدولي رح يتفاوض يعمل مفاوضات مع حكومة تصريف اعمال؟ هن عملوا الاتفاق المبدئي، هلا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد بيروح لمجلس صندوق النقد الدولي ولا الادارة، يعني بعد عندنا توقيعين، الإدارة تبع الصندوق مجلس إدارة الصندوق ليوافق، وعندنا المجلس التنفيذي، المجلس التنفيذي هو مكون من الدول الأساسية بصندوق النقد ليوافقوا على الخطة. هي كبداية جيدة بس التنفيذ حيكون صعب على المواطنين، صعب. بس كمان يعني الرئيس مئاتي رجع يعني اليوم ذكر بجلسة مجلس الوزراء الشروط اللي وضعها صندوق النقد من إقرار الموازنة، الكابيتال كنترول، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، وما فينا يعني ترجع هيكلة المصارف ضرورية، ضرورية بإقرار طلب صندوق النقد انه في عنا 14 مصرف فيهم 85% من المودعين. هل 14 مصرف تيجي شركة دولية، شركات مراقبة دولية بتراقب هالمصارف، بتشوف شو معها وشو عليها، وعلى أساسها يا ناس يا مصارف تدمج ببعضها أو مصارف تطلع من السوق. لحد هلأ ما نعمل شيء، حتى بالنسبة للسرية المصرفية ما قروها من سنة، عملوا قانون ما استفدنا شيء. صحيح، قطع الوقت عليه كمان. قطع يعني الوقت وما عملوا شيء، يعني بدنا يكون في جدية أكتر. نحن بأهم كارثة عالمية بالاقتصاد وبعد ما منحس أنه المسؤولين أو عن جهل أو عن اللي اهتمام. ما كمان يعني مثل ما ذكر منذ قليل وزير الإعلام زياد المكاري الذي تلا مقررات مجلس الوزراء تحدث عن الشعبوية حاليا يعني قبل الانتخابات النيابية، إنه هلأ الكل عم يرفض الكابيتال كنترول وهالأمور كمان كرمال كمزايدات شعبوية قبل الانتخابات. رفضوا ورفضوا خطة التعافي، ربطوهم ببعضهم، ربط ببعضهم. أنا برأيي لازم إعادة المناقشات عن جديد، مش إنه منرفضها كليا، منعدلها، في أمور تتعدل خاصة المادة 3 كمان. في كمان مادة مهمة، المادة 12 بفتكر اللي يعني بتقضي على كل أمل أنه حدا يرفع دعوة
يعني كمال يحصل الأموال هيدي من مصلحة المصارف، إنه المصارف بدأ إنه ما حدا إنه يكون في مثل رفع حق المصارف وحق المواطن برفع الدعاوى على المصارف لحيازة أمواله، وهيدي هاي خطورة كبيرة كمان. هيدي يعني نقطة مهمة، هاي خطورة كبيرة، وهن المصارف بدهن يلا يشيلوا دعاوى على اللي ممكن تجي من مواطنين بالخارج، مثلا واحد أوروبي حاطط بلبنان بخافوا هن. هيدا يعني المصارف، إذا أنت يعني بنحكي بالمنطق البسيط، بس بتروحي تفتح حساب أو بدك تعمل شيء بمضوك شيء 20-30 قمضة. طب أنت يا مصارف ليش دينت الدولة؟ بس انغريتوا أنتوا بال يعني وقت اللي أنا بتعطيني 100,000 دولار بتعملي لي 100 قصة، بتعملي لي حاجز. طب وقت اللي بتعرفي أنه دولة وضع الاقتصادي سيء جداً والملئة الدولة سيئة، لا هي المصارف وضعت أموالها عند مصرف لبنان، لا هذا أمر طبيعي، لا هذا يصير، لا مش أمر مصرف طبيعي. لبنان هو اللي دين الدولة، والدولة يعني هي المصارف إلها حق في 15% لازم تحطها بمصرف لبنان. هي نعم. وضعت أكتر، هي وضعت لتنال الفوائد، صار يغرى مصرف لبنان. يعني إذا واحد قال لك انتحري بتروحي بتنتحري، في مغريات الفوائد، مغريات، بس مين دفعها؟ المواطن دفع على المواطن. وبعدين ما كان في شفافية بالمصارف، وكل المؤسسات ما في شفافية، وما حدا كان يقول كلنا الليرة بخير وكلنا منيح، والناس نامت بالعسل، وبعدين وقعت شافت الانهيار. بس هون مش مفروض يعني كل الأفريقيا بعدين مين هن اللي يتحملوا المسؤولية، وما يكون في أي مسؤولية على المودعين اللي بالوقت اللي يبدو أنه راح يتحملوا مسؤولية كمان بهذا الموضوع. بكل الدول بس توقع الأزمة بيعملوا لجنة، مثل مثلا إسرائيل عملت لجنة وقت خسرت الحرب 73، بنعمل لجان أو أي دولة أرجنتين أو كذا. يا أخي مين المسؤول وليش وصلنا لهالأزمة وكيف بنطلع من الأزمة؟ للأسف نحن ما عملنا شيء بهالموضوع، نحن ما عملنا شيء، تأخرنا وما عملنا شيء. وبعدين لبنان منه ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء أنه لبنان أو أخطأ في التعبير، أنا بعتقد أنه خانوا التعبير، أنه بل لبنان مفلس، لبنان ما أنه مفلس، خصوصي عنده دول طاقة لا تفلس تتعسر، يعني الحكومات إيه إحنا متعسرين، عندنا قواعد، عندنا قواعد لننطلق، عندنا ملكيات الدولة، إذا من هيكل مثلا في عندنا إشياء كثيرة عم نخسر فيها، خاصة الكهرباء، نعمل هيكل لقطاع الكهرباء، هذه عم تمس كثير من مصاريف الشهرية للمواطن. نعم. يعني في أمور كتير فينا نعملها، المؤسسات العامة ندمجها، في أمور ورشة طويلة عريضة يعني لازم مجلس النواب، أكيد المجلس الجاي هلا نحكي يعني هدول المواضيع كلهم، هاي الملفات الملحة اللي بيطلبها صندوق النقد، يعني يبدو أنها سترجع وتعاد وتناقش في البرلمان، يعني هيدي على 36 شهر صندوق النقد لا يعطينا بين 3.5 و 4 ملايين دولار، واخذنا يعني واخذنا 900 مليون حقوق السحب، هيدي كانت طلعت لنا قبل، وهلا عم يستعملوها بعتقد، يعني حتى هو 3 مليار او 4 مليار شو رح يعملوا مع هالازمه الكبيره اللي عم نعيشها؟ هي صندوق النقد يعني الرؤيه تبعه انه وقت نحن بنعطيكم وعم نشرف على الشغل تبعكم بتصير في استثمارات، ترجع الاستثمارات، ترجع الثقة، ممكن الدول العربية ترجع تحط مصاري بلبنان. متى؟ لأنه هو باب عبور، صندوق النقد مش 3 مليارات و 4 مليارات دولار، بترجع الثقة بالدول، بترجع الثقة. إذا فرنسا بدها تساعدنا بتساعدنا عبر صندوق النقد، وبتشوف إذا نحن عم نعمل حوكمة وشفافية للمشاريع اللي عم نعملها. وهلأ إذا رح يصير شيء بالكهرباء بده يشرف عليه صندوق النقد أكيد أكيد، وإلا ما بيعطونا مصاري مثل ما بيتعاملوا مع غير دول. وبعدين مش عيب أنه نتعاون مع صندوق النقد، لا يعني مهم أنه كيف الطريقة في شروط قاسية إنما لا مفر، يعني ما في عنا ما عنا غير حل، يعني لو نحن وضعنا جيد نحن بنفرض على صندوق النقد، يعني صندوق النقد عم يعطي لدول، عطى كتير، عطى لروسيا، عطى للبرتغال، مصر، عطى مصر عطول تتعاون مع صندوق النقد،
وبراقب وعطى لقبرص كمان. انا كنت بقبرص سفير، خلصوا من الازمه بسنه ونص لانه طبقوا التوصيات صندوق النقد والاتحاد الاوروبي وطبقوا البنك الاوروبي. بس طب نحن الاصلاحات امتى حنطبقها مع البرلمان الجديد؟ بكون صار فيه كمان وجوه جديده، نواب جديد، معارضه، يعني سترحل الى البرلمان الجديد؟ ايه اكيد على الرغم يعني الوقت اللي ما بنحمل، يعني ما بنحمل اي هدر للوقت، يعني صارت حتى المهله كتير قصيره يعني قبل الانتخابات النيابيه. هلا ما رح يقدروا يعملوا شيء للاسف، ما رح يقدروا يعملوا شيء، بدنا ننتظر لما بعد الانتخابات، حكومة ومجلس نواب يتبنى هالأفكار الإصلاحية، وإلا ما رح نطلع من الجورة اللي نحن واقعين فيها. صحيح. طيب هل عودة يعني السفير السعودي، السفير الكويتي، القطري، حتى يعني السفير الجديد لقطر في لبنان، شوي رح يعني تتحسن الأمور، العلاقات مع دول الخليج فينا نقول رجعت إلى ما كانت عليه في السابق، أم أنه لا مجرد يعني رجعت يعني العلاقات الدبلوماسية؟ رجعت العلاقات الدبلوماسية، وبعتقد الحكومة والرئيس مئاتي وزير الداخلية كان له المواقف جيدة، وصار في اتصالات، ورئيس الجمهورية عمل اتصالات كمان، صار في اتصالات، لصار في بلورة لتعاون فرنسي، في تعاون فرنسي خليجي وسعودي. رح يشكلوا صندوق قيمته 70 مليون دولار ليساعدوا المؤسسات ويساعدوا الافراد والناس، المستشفيات مش عبر القنوات الرسميه. هذا وبعتقد انه اعتبرت السعوديه كان عندها انكفاء بسبب اوضاع اليمن، بعدين حست السعوديه انه لبنان كثير مهم، ما فينا نترك لبنان ودول الخليج، انه نتركه للبنان لمصيره ونتركه بهالانهيار الاقتصادي، ومش بس اليمن، وهلا تقريبا خفت الاوضاع. بس ما تاخروا شوي دول الخليج والسعوديه هلا يعني قبل الانتخابات بشوي انه كانت هالالتفاته؟ تاخروا، ويمكن ما كان بده السفير السعودي يجي قبل احسن ما يتهموا انه هو يعني واتهم هلا عم يتهم. هي تشكلت اللوائح، شو بده يعمل بعد السفير السعودي؟ يعني هلا مبدئيا ما عادش في دخل بشكل اكثر، يعني شو كيف بده يتدخل؟ تحفيز يعني السنة على المشاركه، خصوصا انه يعني كان في كلام عن مقاطعه لبعض الفئات يعني لدى الطائفه السنيه بعد ما اعتقد الرئيس سعد الحريري. بعتقد انه الرئيس سعد الحريري هو عنده اهدافه الخاصه، انه ما نزل عن الانتخابات، بس ما كان له حق يقول لهم للسنة أنه ما تنتخبوا ولا تنزلوا ولا على الانتخاب. هل هو على فكرة بتصريحه ما دعا إلى المقاطعة، أنه بتمنى على رفاقه بتيار المستقبل ما يترشحوا، بس هو ما دعا لمقاطعة. ما دعا، بس كان في ضغوط على بعض الأفراد، حاول الرئيس السنيورة أنه طالع السنة ومع المفتي من الإحباط، أنه لا يجوز السنة هي طائفة مؤسسة للبنان وهي طائفة عروبية بامتياز أنه تطلع من دورة التاريخي والأساسي في لبنان، لذلك داركوا الأمر، وبعتقد رئيس الحريري تفهم الموضوع أنه ما فينا نترك الساحة لناس طارئين يجوا على السياسة. هلأ بعتقد أنه المقاطعة السنية رح تكون خفيفة، ما رح تكون رح يكون في إقبال يعني من في إقبال، بس مش قد الانتخابات الماضية، حتى لأنه لو في عدة لوائح كبيرة خاصة ببيروت وبطرابلس، لوائح يعني صار في عندهم حظوظ بعد ما كفأ تيار المستقبل، يمكن صار في هالهجمة من المرشحين للسنة بيعتقدوا انه صارت حظوظهم اكبر. ايه في يعني بده يجي من كل ليستا واحد او اثنين يعني هذا، بس دول الخليج مثل ما انا بعرف يعني كانت من الاول تحبز يكون في مش زعامة واحدة للسنة، زعامات مناطقية، لأنه إذا زعامة واحدة بيصير لها شيء أو كذا بتعطل لكل الناس. كانت السعودية وبعتقد الإمارات وقطر كانوا من الأول بحبزوا يكون مثلا في زعامة بطرابلس للمئات، زعامة بيروت، زعامة بصيدا، زعامة بالبقاع الغربي، وهذا الشيء
بيسهل أكتر. ما هو هذا تقريبا الوضع اللي كان قائم سعادة السفير قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري، يعني هو استشهاده وهذا الزلزال الشيء اللي صار خلق هذه الزعامة يعني الكبيرة، وإذا بدك الوحيد حتى كان هو زعيم للرئيس الحريري، زعيم. ما هو أصلا زعيم صحيح على امتداد الوطن، كان في كمان بيوتات سياسية. إنما هذا الاستشهاد خلق كل العالم يعني كل الطائفة حتى من غير طوائف يلتفوا حول الرئيس سعد الحريري، وهذا الشيء اللي خلق يعني إذا بدك تقول يعني زعامة وحيدة لدى الطائفة السنية. إيه بس اللي بينظر للمستقبل، لأنه تنظر إلى الوقت الحاضر المستقبل هو لازم يكون في زعامات. هلا على كل رجعت هيدي هلا بهالفترة يمكن هالبيوتات ترجع تبين، لأنه إيه رجعوا هلا عم بيشاركوا بالانتخابات بكل. بعتقد رح يصير في مشاركة أكبر ورح تخف المقاطعة، هيك بعتقد. لا يرجعوا السنة لا يأخذوا دورهم، لأنه السنة شريك أساسي بالبلد لازم يأخذ دوره مثل بقية الطوائف. وهي طائفة مؤسسة الكيان اللبناني. نعم. طيب دائما في تشكيك بحصول هذه الانتخابات سعادة السفير، انت شو شايف رايحين راح تصير الانتخابات ب15؟ انا شايف انه استعدادات، مثل ما بعرف انه استعدادات وزارة الداخلية هي استعدادات جدية، وخاصة هالوزير مثل ما بعرف انه عم ينام بالوزارة، وعجبني بجوابه الحلو، قالوا له كفيك العشر ملايين، قال لهم أنا قاعد أنا وأمي ما بدنا أكتر من هيك. حلو يعني تسمعي من مسؤول هيك جواب وهيك تواضع يعني. نعم. وكل الفئات بدها الانتخابات إجمالا، كل الفئات بدها الانتخابات. يعني الخط السيادي بيقول لك أنا بدي الانتخابات لغير، حزب الله بده الانتخابات ليقول أنه أنا موجود على الساحة بقوة. بقوة أنا موجود، يعني ما تقولوا أنه أنا يعني خايف من الانتخابات. كل الفرقاء هلأ يخشى من حادث أمني، أنا ما بعرف أنه إذا بيصير حتى لوجستياً حادث. يعني كيفي قصة الكهرباء رح تكون موجودة نهار الانتخابات 24 على 24؟ بدني عم يحاول يعني حتى مبارح كان المحافظين بعد ما تسلموا شيء يعني بالوقت اللي كان خلص أنه مفروض يعني دخلنا عم يحاول الدخلية، ما بعرف كانوا بيجي مساعدات من الاتحاد الأوروبي يعني يخففوا هالنقص بالمصاري يعني لتمويل الانتخابات. هالقضايا اللوجستية يقضوا عليها ويحلوا قضايا المغتربين كمان، لأنه صار في إشكاليات بالمغتربين. هلا سمعنا أنه صحيح مجلس الوزراء بده يحلوا قصة سيدني والإشكاليات، أنه واحد بينتخب بدائرة ومرته بتنتخب بدائرة وابنه بينتخب بدائرة، ما بعرف شو صار فيه اشياء على الزيب كود. عم بيكون في اجتماعات بهذا الموضوع، بس انا ما بعتقد انه رح يكون في انقلاب بمجلس النواب مثل ما توقعت الثورة ومثل ما توقع المجتمع المدني، لانه عملوا عدة لوائح للأسف بكل لبنان. يعني ببيروت نازلين اثنين بدائرة الثانية، ببيروت الأولى اثنين، بطرابلس شي اثنين ثلاثة، هذا بشتت الأصوات. أيوة بعكار كمان بشتت الأصوات، وما عملوا مشروع يعني مشروع اقتصادي مثلا. هلا هني كان عم بيشتغلوا على أنه يكون عندهم لوائح يعني موحدة تحت شعار واحد بكل الدوائر، ما نجحوا. إنما كمان عم بيقولوا من ناحية تانية أنه هذا ما يكون يعني عامل إحباط للشعب اللبناني إذا كان بده التغيير. إن شاء الله يقدر يطلع شيء 10-12. طب بس حضرتك ما شفت أنه هذا الأقبال الكبير من المرشحين وهذا اللوائح العدد الكبير يعني منه عامل صحي بالنسبة للانتخابات، أم أنه على العكس تمام يعني؟ هو هذا للأسف هذا القانون الانتخاب، أنا ما كل شيء قاري أنا أنا كمان حقوقي. نعم. كل شيء قاري ما شفت مثله، أنه كيف أنت تنتخب واحد من الليستا يعني. القانون اللي قبل ما كان في ديمقراطية أكتر، كان عندك حرية التشطيب بإضافة أسماء يعني. إلى حد ما كان لازم يعملوا قانون نسبي اللي عمله بطرس. نعم. أو يوسعوا هو ذاته، بس أنا يحق لي أعمل 2-3 يعني أكتر من صوت تفضيلي. إيه يعني أكتر من على الأقل تفضيلي. صوتين تفضيليين مثلا. إيه هذا قانون سيء جدا سيء جدا، بيجبرك انك تنتخبي واحد يعني ما عندك خيارات تانية، هيدا للأسف. وهيدا بيضعف المجتمع المدني، لأنه افترضي انه فيك تخدم الليستين، في واحد مثلا هيدي عندنا 5 مرشحين،
ما في حدا غير ما بيقول لك من العائله منحط واحد من المجتمع المدني. كان المجتمع المدني اخذ اكثر، بس هو هذا قانون ظالم ولازم يتغير القانون. بس بتقديراتهم يعني انه رح يكون في تقريبا شيء 20 ل 25 نائب جديد من المجتمع المدني بالبرلمان؟ انا بقدر شيء 15 يعني. بس اذا كانوا حتى لو كانوا 15 وكانوا صوت واحد داخل مجلس النواب اكيد بيعملوا، اكيد بيعملوا اذا بيقدموا مشاريع، اذا بيكون عندهم رؤية اقتصادية، رؤية هلا رؤية سياسية سهلة، ما بدنا رؤية سياسية، بدنا اقتصاد. نحن بالجورة، نحن واقعين، قدموا لنا حلول اقتصادية، واجهوا الحكومة بالكابيتال، خصوصا يعني هالمرة بحال كان عددهم يعني 15 20 أكثر، في شارع خارج يعني بيدعمهم، في شارع أكيد كبير موجود عم يدعمهم، يعني قادرين من الداخل يحركوا أيضا الشارع اللبناني. أكيد قادرين، إذا كانوا موحدين قادرين يحركوا الشارع، مش ضروري يكون عددهم 30 40. الباحث في الإحصاءات الأستاذ فغالي، نعم كمال فغالي، كان بيقول أنه كان ممكن ياخدوا 30% 40% 30% من مجلس النواب لو كانوا موحدين. 30% لأنه عمل إحصاءات جدية ورسمية بينت له أنه الشارع بده الناس تغيير، خلص بده تغيير، تغيير يعني 35 بين 35 و40% كحد أقصى الناس بدها التغيير. طب هيدا التعدد باللوائح لدى المجتمع المدني بيضيع، انما كمان رح يكون يعني يخلق حاله احباط لدى الناخب، انه كان بالاول متحمس بده ينتخب، هلا بعد صار في هذا العدد الكبير من اللوائح ضاعت الاصوات، وهذا الشيء بيكون عنده يعني كمان احباط له انه ما يكون عنده الحافز ليروح ينتخب، يعني رح يكون اقبال ضئيل بهذه الانتخابات، ام انه هي انتخابات مفصليه؟ الأحزاب كلها بتنتخب، ما في أحباط عندها، كل الأحزاب مرتاحين على وضعهم على ما يبدو. كل الأحزاب عند المناصرين تبعها وعند المكاتب وعند الإحصاءات وعند التليفونات، هذه كل الأحزاب هذه ما في أحباط عندها، رح تجي للانتخابات. هلأ الأحباط بيكون عند الناس الحياديين المتردد، عندهم تردد، اللي عندهم تردد، اللي بيعتقدوا انه ما في شيء بيغير، واليأسانين يعني، مع انه كل شيء بيغير، لازم كل الناس تنزل تنتخب. يعني بالانتخابات الماضيه تقريبا 40% من الشعب ما انتخب. اي ممكن تتكرر يعني هيدي النسبه، هيدي الانتخابات في امكانيه، في امكانيه، مش عند الاحزاب، عند الناس الغير يعني متمين. بعد هالتردد موجود، بعد الثوره اللي صارت، الانتفاضه، ما حرق يعني، ما خلق حافز عندهم ليشاركوا بالانتخابات. ما مثلت الثورة، يعني شوف الوضع اللي عايشينه لوين وصلنا، ما مثلت الثورة إيادات يعني تقدر هي تمثل الشارع اللبناني، والتهينا بالخلافات بين بعضهم، يعني هذا كمان بيأثر، مع أنه هاي الخلافات هي خلافات صحية وديمقراطية أنه يكون في نوع من الخلافات، ولكن بالنسبة للشعب اللي بعده مش معود على المجتمع المدني أثرت عليه بشكل سلبي. نعم، رح كمل معك هذا الحوار سعادة السفير بعد هيدا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع سعادة السفير يوسف صداء. سعادة السفير، يعني اليوم المشهد الانتخابي بلبنان هو رح يكون صراع أو إذا بدك تنافس بين خط يمثل القوى السيادية والوطنية وخط يمثل قوى الممانعة، أم أنه على العكس خط يمثل قوى السلطة والأحزاب ضد المجتمع المدني؟ كيف نشوف الصورة مشهدية الانتخابات بلبنان؟ أنا بشوفها ثلاثة خط، في خط سيادي، في خط الممانعة، وفي المجتمع المدني لوحده اللي عم يحارب اثنين يعني، وإن شاء الله أنه يطلع نتائج من المجتمع المدني إن شاء الله. أنه وكمان هلأ المجتمع المدني ناقصه أموال، ناقصه إعلام طبعا، وهذا كتير كمان بحد من قوة المجتمع المدني، ما يعني ما عم نشوفهم على الشاشات قد ما عم نشوف بينما بفرنسا مثلا وقت الرؤساء كلهم أجوا، حتى اللي أخذ 1% يطلع له يحكي بفرنسا، لازم يعني كلهم يطلع لهم مجال أنه يخاطبوا الناس.
كيف شفت هالمناظرة بالأمس بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة ماري ليبن؟ منافسة أولاً منهني لبنان بليا سلامة أهم صحفية بفرنسا اختاروها لإدارة هذه المناظرة بنته للوزير غسان سلامة منهنية ومفتخر فيها كفرنسوية من أصل لبناني. كانت مناقشة راقية جداً ما صار فيها هجومات شخصية، وبين ماكرون لأنه هو مالك ملفات الدولة هي عندها خبرة وأكيد عطينا الملفات المستشارين تبعها، بس هو برهن عن متمكن أكثر متمكن وألمعي وماسك ملفات وحافظ الملفات تبعه، بس أداءه كان أحسن من المرة الماضية، أداء أحسن من المرة الماضية، يعني تطور الأداء تبعه بالنسبة لماكرون. المرة الماضية كان حملة اكتساح ضده، صحيح. هالمرة كان هو الفائز، بس كمان هي كانت حاضرة وموجودة. يعني بتعتقد إنه إيمانويل ماكرون هو رح يرجع على الإليزي؟ رح يرجع، بس الفارق ما رح يكون ما كتير كبير، مش كبير مثل المرة الماضية، لأنه هي حسنت من أدائها وراحت تبرم على الضيع والقرى وتحكي عن هموم الناس، ما عادت همها الإسلاموفوبيا والمهاجرين يعني عم تغير الصورة النمطية. بس كمان ركزت بخلال حملتها على موضوع الحجاب، أنه راح تكون في هونيك تفرض يعني شيء على المن يعني اللي بيرتدوا الحجاب، وهذا الشيء رفضه يعني الرئيس ماكرون اللي اعتبر أنه ما نحن بفرنسا عندنا حرية، يعني قديش معروف في فرنسا بالحرية، هذا حرية معتقد. هي خففت، كان عندها خطاب شعبي أقوى وأشد، خففت لهيك أخذت طلعت تاني ومشيت على كل مناطق فرنسا القرى وتسأل الناس شو بدها. هؤلاء الناس المنسيين سواء المتقاعدين القاعدين بالقرى ناقصهم عدة خدمات. بالانتخابات الماضية الرئاسية الفرنسية الماضية زاروا لبنان سواء ماري لوبان أو إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية كمان. هلأ ما كان معهم وقت، بعد هيك مشغول بالأزمة الأوكرانية وما رح يقدر يجي كرئيس، وهي كمان كل يوم يعني بتجي فيه علمان تخسره لأنه هونيك عم تعمل، وهون اللبنانية معروف توجهاتهم، خصوصا أنه كمان الفرنسيين ثلاث أرباع اللبنانية من أصل فرنسي عطوا لماكرون. يعني بعد زيارته للبنان أكدوا، مع أنه هي وعدت أنه لبنان حيكون من أولوياتها. طيب نرجع كمان نروح للملف الأوكراني الروسي، طالما يعني موجود معنا حضرتك سعادة السفير، كنت سفير بأوكرانيا. نعم. لوين شايف يعني اتجاه هيدي الحرب الأوكرانية الروسية؟ يعني بوتين لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه؟ كان عنده هدف حرب سريعة بأوكرانيا، تبين له أنه في بعدين مقاومة أوكرانية ودخول الناتو بشكل قوي على أوكرانيا بمساعدة الجيش الأوكراني، تزويده بصواريخ ستينجر، تزويده بالمعلومات والقضايا المخابراتية. رجع هو هلأ عم يفكر ياخذ شرق أوكرانيا، هي القريبة لروسيا، مطرح ما في 17% من السكان هن من أصل روسي. طب تراجع عن هدفه بالنسبة لتغيير الرئيس أو النظام بأوكرانيا؟ تراجع عن الرئيس، تراجع عن احتلال المدن الكبرى. هلأ ما يبغيه هو، بده أنه ياخد ضمانات أنه أوكرانيا لا تدخل الناتو أو الحلف الأطلسي. هلأ المفاوضات للأسف الشعب الأوكراني هو عم يدفع للثمن، يعني شعب عريق وشعب مقاوم وشعب مثقف جدا، انه هو تحول الى ساحه بين امريكا الشعب الاوكراني عم يتحملها، بين امريكا وروسيا. يعني هيدي حرب يعني كانه الشعب الاوكراني ما له دخل فيها، الامريكان والروس. امريكا بدها تحطم روسيا باوكرانيا، وروسيا عندها الأهداف التاريخية أنه مش قابلة أنه أوكرانيا أنه تكون مستقلة وتاخد تلتحق بس بالغرب. كمان مسألة أنه الناتو يعني صاروا تقريبا إذا بحال دخلت أوكرانيا صاروا على حدوده لبوتين، يعني ما بتشوفون كمان
يعني كشفنا قبل امريكا شو عملت كرمال الامن القومي الامريكي، راحت على افغانستان وراحت على العراق. للاسف الاوروبيين والناتو ما كانوا جديين بالمفاوضات مع بوتين، يعني كانت ممكن تنحل، ممكن تنحل باعلان ضمانه اوكرانيه انه ما تنضم للناتو وبتعمل حياد مثل حياد فنلندا والسويد، ولكن الغرب ما خليها ما خلى اوكرانيا تاخذ مواقف لانه الغرب عم يستعملها لاوكرانيا. هلا الخطا بوتين هو خطا عسكري، ما كان لازم يدخل، كان يعمل ضغوطات اكثر اكثر وما يلجا للحل بس العسكري. كمان يعني شفنا كيف يعني بقي وقت كبير يهدد والقوى العسكريه اللي حركها كانت كلها هذه، بس ما اخذوا يعني الغرب على محمل الجد، ما اخذوا الغرب، عارفين انه بده يتدخل، بس هني ما كانوا جديين بالمفاوضات، كانه بدهم يورطوه. صار لهم من 2014 يشتغلوا ليورطوه، من 2014 بعد ما فات على الكريم هني بدهم يورطوه، بس هلا صارت ازمه عالميه صحيح وابعاد عالميه، وهلا بده يتغير النظام الدولي الجديد، في نظام دول جديد بده يكون قوام روسيا والصين والهند وامريكا والدول الغربيه، في نظام جديد. وهلا الروس غطوا الخسائر الماديه تبعهم لانه عملوا كابيتال كنترول اول شيء، وعم يقبضوا من الغرب، بعدهم عم يبيعوا الغرب غاز، الغرب ما بيقدر يتخلى عن الغاز الروسي، خاصه هلا صار في غلاء بكل اوروبا، المانيا بتخف الصناعه تبعها، يعني بخف صحيح. التصدير يعني انا برايي الحل هو سياسي، يعني مثل كانه يالطه جديده، انه بالحرب عم تاذي الناس، لازم الغرب يتلقف الموضوع ويعملوا يعني محادثات، مش انه استبعاده لبوتين انه خلاص انت كذا وانت عدم استبعاد، لانه اذا بتستبعدي بيصير في رح يستشرس اكثر. هلا هني هو عمل خطيئه الكبير انه فات، بس الاوكران خطا الاوكران انه اجوا الغوا اللغه الروسيه، مع انه الشعب الروسي 70% بيحكي الاوكراني، الشعب الاوكراني بيحكي روسي. هلا وسائل الاعلام وكله بالشغله الثانيه اللي عملوها بال2014 انه قبل ما احتل الكريم اجوا في اتفاقيه بينهم وبين روسيا يبقى الاسطول الروسي 25 سنه الغوها. هلا الروس ما بده يحطوا الاسطول تبعهم، ما عندهم مياه دافئه يحطوا الاسطول تبعهم، شغلات مثل كانه انت عم تستفزي غيرك، وهو هداك مش مثل اي رئيس، يعني هداك بوتين مملوء بال ما رح يقبل بهيدي الخطوات الاستفزازية بالفكر الارثوذكسي. نعم. عظمه روسيا، اعاده تاريخ روسيا الى يعني دمج التاريخ بالسياسه الدوليه، وهذا يعني كان له تاثير في في هجوم. السؤال الاخير على السريع لان خلص وقتنا ساعات تسفير، يعني بعد بعد هيدا الصراع يبدو انه مطول الصراع، مطول لانه الفرقاء الخارجيه، بس ما طول كل ما كان له انعكاساته على كل الدول وعلى لبنان، على لبنان يعني، لانه نحن بناخذ اكثر من 40-50% من القمح والذره والزيت، ويبدو انه نحن هلا يعني قادمين على ازمه للاسف بالنسبه للطحين. للاسف. شكرا لك سعد التأسفي، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكم ايضا مشاهدينا، اعود والتقيكم في نشرة الثانية والنصف.